الروزيشيا كارنت ستاتس، نشوف ايه دلوقتي الموقف في الروزيشيا. انا دايما الحقيقه متعود ان انا احب ابتدي الحكايه من اولها. هنبتدي الحكايه من اولها. شفتي الروزيشيا ده مرض جديد ده من القرن ال 14، اتوصف اول مره في القرن ال 14 ووصفه جراح فرنسي يعني مستعجل مش مستعجل. ووصفوا أول شافها أنها بينك حاطر بقع منها وردي، تسماها جوت روز يعني النقط الوردية. لو بقى الترم ده جوت روز أو جوت روز، فضل الترم ده موجود لحد في الانجليش الفيتشر، ابتدوا ان هم مع القرن 19 غيروا حطوا ترم أكني يسموه أكني روزيشيا، وفضل الترم ده موجود يمكن لحد في القرن 22 وانفصلوا تقريبا لما ابتدى يقول انه دي نو ريليشن بين روزيشيا اند اكني، وبالتالي الترم بتاع الاكني دون اتشال وبقت اسمها جاست روزيشيا. عشان نعرف اي حاجه لازم نعرفها. فالديفينيشن بتاع روزيشيا، الديفينيشن هنقوله دون اللي وضعته الناشونال روزيشيا سوسايتي اكسبرت كوميتي، دي كوميتي ما ناشونال بتاعت امريكا الامريكيه. و يعني دي برضو حاجه بالمناسبه ان الكوميتيز والسوسايتيز والكلام ده بيبقى من شغلتهم، يعني جزء من شغلتهم هو جزء علمي اللي هو حط الجايد لاينز، تحديد الديفينيشنز، دي مهمه جدا وبتبقى مهمه. يعني دايما بقول في المؤتمرات الحاجات دي المفروض الجامعات العلميه تتولاها في مصر عشان نقول الحاجات. فيعني هم حطوا الديفينيشن ده في 2002 وقالوا ان الكرونيك ان الروزيشيا از كرونيك كوتينيوس سيندروم، يعني بدنا نتكلم عليها سيندروم ما يس مش سوليتري ديزيز، ده سيندروم يعني بيأثر على اكتر من حاجه وبيتسبب فيه اكتر من حاجه. encompassing various combinations of potential signs and symptoms primarily جاي في الكونفكسيتيز اوف ذا فيس، يعني السنترال بارت بتاع الفيس، يعني التشيكس التشين النوز سنترال بارت اوف ذا فورهيد، وبتبقى عبارة عن ريميتد ريبيشنز واكسبرتيز. الديفينيشن ده في نقط حب حنا نركز عليها زي ما بنقول بالاحمر كده. اول حاجه ان في ذا كرونيك كونديشن، يعني دي حاجه كرونيك حاجات وهتقعد مع العيان كتير، وانها سيندروم زي ما قلنا ما هياش حاجه واحده. اهم حاجه انها السايد بتاعها سنترال بارت اوف ذا فيس، وانها لازم اكسبرتيز معينه، يعني هي واحد ايفن وذاوت فيس. عشان نفهم طبعا ازاي بيحصل الروزيشيا نتكلم على الباثوفيسيولوجي اوف روزيشيا. هنقول ان الروزيشيا از مالتي فاكتوريال ديزيز، بيخش في حاجات كتيره قوي، بيخش فيه انفكشنز مايكرو اورجانيزمز تبقى موجوده، بيخش فيه حاجات فيزيكال زي الالترا فايلوت، نيورولوجيكال ديسريجليشن، والسكين نفسه بيخش في الموضوع. فاذا في اكتر من حاجه موضوع. لما نقعد نقرا عليها هنلاقي الموضوع كبير وممكن نتلخبط. هوريكم تشارت لطيف جدا عمله تو ايتال في الجاد في 2015، ده بيختصره بطريقه لطيفه، فانا شفت ان ده بدل ما نقعد نقول كلام ده هيوضح لنا الامور كويس. اول حاجه هو بيقول ايه؟ ان في عندنا روزيشيا ليها تريجرز، حاجات بتستيميوليت الروزيشيا انها تحصل، اهمها الالترا فايلوت زي ما احنا شايفين هنا، وبعدين في حاجات تانية هنتكلم عليها كويس. لقوا ان المرضى بتوع الروزيشيا دول الكاثيليسيدين اللي هو واحد من الانتي ميكروبيال بيبتايدز بيبقى البرزنتيشن بتاعه في السيلز بتاعه الكاراتينوسايتس عاليه، يعني معناها ان المريض ان الشخص دون مؤهل ان يحصل له روزيشيا لانه عالي عنده. لما الشخص ده المؤهل بوجود كاثيليسيدين ريبريزنتد اكتر من الطبيعي في التشو، لما يتعرض للالترا فايلوت، الالترا فايلوت تعمل ايه؟ هتنتج رياكتيف اوكسجين سبيشيز. ديا مع وجود اورجانيزمز اللي هي زي اللي باين عندي هنا زي الديموديكس والستاف ابيدرميدس، الاثنين هيستيميوليتوا التول رايك ريسبتور 2. وانس ستيميوليتد هيبتدي هيبتدي ياكتيفيت الكالكرين 5. كالكرين 5 ده هو اللي هيحول الكاثيليسيدين لاكتف فورم اللي يسموه ال L37. دي الفكره بتمشي كده. ال L37 بيعمل حاجتين، بيعمل جزء انفلاماتوري ده هينتج عنه بابيولز وباستيولز والفلاماتوري تشينجز بتحصل في الفايمتس تشينجز بتاعه الروزيشيا، وبيعمل لي انجيوجينيسيس اللي هو هيطلع لي يعمل لي اريثيما ويطلع لي تلانجكتيزي. يبقى دول التو فاكت الحاجتين، يبقى دول الحاجتين اللي هم
قلنا عليهم اللي هم ايه الانفلاميشن والانجيونيسيس المسؤول عنهم ال ال 37. امال بقى بقيه التريجرز زي السبايسي فود زي الستريس زي الاكسرسايز كل ده هيشتغل كنوع من النيورولوجيكال ديس ريجوليشن. ازاي؟ هيخش لي على ترانزنت ريسبتورز سواء الفالينويد او الانكرايد. الاثنين دول نتيجه لده هيبتدي يحصل لي السنسيشن بتاع الفلاشنج والستينجنج او الحس. يبقى كده الصوره الكامله بتاعه الروزيشيا اكتملت بالطريقه دي. ده الباثوفيسيولوجي اللي هم شافوه, وده محطوط في الطارق في, في, في الشارت دون بيبين لنا نحيث نفهم الموضوع, وبالتالي نفهم لما نفكر في علاج ونفكر في كلينيكال هنعتمد على الكلام ده. طيب كلينيكال بقى الروزيشيا عباره عن ايه؟ طبعا كلنا متعارفين كلنا ان الايدج 30 تو 50 more females more affected than males, وان كان الفايمتس تايب بنشوفه ان males اكتر. كل الريبورتس اللي موجوده اللي بنشوفها بتبقى على الفير سكين, يعني سكين تايب 1 اند 2 اللي موجودين في الليتريتشر. وعشان كده دب ان السكين تايب 1 اند 2 بسهوله قوي بيبين لي اللي وراه, فالاريثيما تبقى اوضح والتلانجكتيزيا تبقى واضحه قوي زي المنظر اللي احنا شايفينه في الصوره عند فور ذيس ليدي. لكن الموقف ممكن يختلف لو اتعاملنا مع تايبس, يعني فينو تايبس بعد كده 3 او 4 او 5 اللي هي التايبس اللي موجوده عندنا في مصر هنا. وعشان كده ممكن احنا نبقى عندنا يعني زي ما نقول لور استيميت للديزيز, يعني بنقول مش كومن قوي. لا هو كومن بس احنا في دماغنا الصوره اللي شفناها اللي هي دي ان اللون يبقى بالشكل ده. ما انا ما عنديش الجلد الابيض ده عشان يظهر لي فيه اللون بالشكل ده, هيظهر لي اللون بالشكل ده زي ما احنا شايفين. اذا في البريفالنس بتاع الروزيشيا في الدارك سكين ما هوش ويل ستادد, ودي المفروض شغلتنا احنا هنشوفه عندنا في السكين بتاعنا. الدارك بيجمنت سكين مش هتشوف الاريثيما والبابولز والتلانجكتيزي اسف بوضوح قوي, وبالتالي محتاجه مننا ان احنا نركز فيهم عشان نقدر نقول المريض ده عنده روزيشيا فعلا ولا لا. برضو الناشنال روزيشيا سوسايتي اكسبرت كوميتي في 2002 لاول مره طلعت لنا بحاجه اللي هم سموها الروزيشيا سب تايب. لحد 2002 كنا بنتكلم على الروزيشيا بفلاشنج وريثيما وتلانجكتيزيا, وممكن يعني كلام بشكل مجموعه اعراض مع بعضها. هم قالوا لا احنا هنقسمهم لفور سب تايبس. اول نوع الاريثيماتوتلانجكتاتيك روزيشيا, والثاني نوع البابولر البابولوباستولر, وثالث نوع الفايمتس, ورابع نوع الاكولر. ده كلام جميل جدا وبيساعدنا ان احنا نفهم الموضوع, بس في عيب في الكلام ده هنشوفه بعد كده. ان انا لما بعمل كده مفيش, هل يعني معنى كده ان انا عندي في شارب لاينز تفصل لي النوع ده عن النوع ده؟ وقع الامر مش كده. وقع الامر ان الامور بتبقى انترمينجل مع بعضها زي ما هنشوف. اول واحد اللي هو الاريثيماتولانجكتاتيك من اسمه, اذا هلاقي عندي اريثيما وتلانجكتيزيا. الاريثيما فين بتيجي؟ فين؟ سنتروفيشال. زي ما قلنا كل الروزيشيا لازم بتيجي سنتروفيشال اساسا, كويس, مع السنتروفيشال ده, وانها الريثيما دي تميز منها بيرسيستنت, يعني موجوده على طول. على طول ما هو المريض واقف قدامك في عنده ريثيما ما بتروحش. الفلاشنج الهوت فلاشز اللي بتحصل العيان بيحس بيها. تلانجكتيزيا اللي هي باينه في الصوره عندي هنا, عباره عن الدايليتد بلاد فيسلز اللي هي باينين. السكين والسكين سنسيتيفيتي اللي هو الاحساس العيان بالستينجنج, عمال بيحس ان في احمرار, مع الاحمرار حاسس بحرقان في وشه, حاسس دراينس في وشه, ودي بتبقى اعراض بتزعجه. لما شفنا زي ما نشوف في الصوره دي, ده سكين تايب 3, هتلاقي ان الاريثيما اقل وضوحا من المريض اللي قبلها, والتلانجكتيزي اقل وضوحا. ده بيؤيد الكلام اللي كنا بنقوله. النوع الثاني البابولوباستولر, هنا هيبقى المريض يا اما عنده بابولز او باستولز او الاثنين مع بعض بابيلو باستولز, وبرضو لازم نلاقي فيه بريزيستنت سنتروفيشال ريثيما. لو بصينا هنا هنبص الاقي ادي برضو وهنا هو بيحصل تشينجز بقى انفلاميشن وفايبروزز حصل في التيشو, فيبتدي يظهر لي في الاول عباره عن ثيكنينج في السكن ونوديولز موجوده زي ما احنا شايفين في الصوره دي. ادي هنا الثيكنينج واضح والنوديولز, وبرضو
اشهر نوع كلنا عارفينه، لكن ممكن يكستند للتشيكس، يكستند للتشين، للفور هيد، ممكن يوصل لحد الايرز، ممكن يكستند لكل ده. وطبعا باي تايم بنشوف المنظر اللي هو الانديوريشن. لكن لو بصينا حتى ايفن على الفور 3 تايبس اللي فاتوا هنلاقي في فيري جود نمبر اوف كيسز هيبقى عندهم الاوكولار روزيشيا. الاوكولار روزيشيا بتظهر شكل ان المريض بيشتكي من دراي جريت سنسيشن، هو حاسس زي ما يكون هيقول لك ان في زي حبات رمل موجوده في عينيه. ده سببها ايه؟ سبب بيحصل كاليزينز ويحصل تشينجز في 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 الجلانز وبتعمل تبقى انلارجد، فبيحس المريض بكده. ومعاه طبعا بليفرايتس اللي هو بيبقى عند في الايليتس هنا، والكونجنكتيفايتس، وريرلي تبقى جوه بقى ناخد كيراتايتس او ايرايتس. في كلينيكال فيريانت بيتوصف من الروزيشيا بيتحط لوحده خالص من عليه جرانيولوماتس روزيشيا، كلينيكالي بتبقى الاريثيما مش ذات بروميننت، مش واضحه قوي زي ده. لكن اهم حاجه بيبقى عباره عن بابيولر ليجنز تبقى موجوده، وتبقى ريد براون بابيولز، وتبقى موجوده بوضوح قوي اراوند الايز وعلى الماوث وعلى التشيك. دي ما بنشوفها، دي اللي بيقدر نشخصها لازم الباثولوجي، وهنشوف الكلام ده. يبقى هما مين فور سب تايبس اللي قلنا عليهم. وانج وجيمس في كيوتس نشروا السنه اللي فاتت في 2019 التيبل دون. برضو الناشنال روزيشيا سوسايتي قالوا ان في دايجنوستيك، مفيش عندنا دايجنوستيك كرايتيريا محدده ليها. امال ايه؟ انا عندنا في ميجر فيتشرز، ولو واخد واحد او اكتر منهم هم ايه اللي يبقوا دايجنوستيك. الكلام ده اتغير عشان ما نخش في تفصيله لانه اتغير في الاخر. هم برضو نفسهم الناشنال روزيشيا سوسايتي في 2018 حطوا كرايتيريا للتشخيص، هنبص عليها. قالوا اول حاجه ان لازم يبقى المريض عنده دايجنوستيك، ان نلاقي عنده فيكسد سنتروفيشال اريثيما في فيكسد او بيرسيستنت وفايمتس تشينجز، ده او ده، دول دي دايجنوستيك للحاله كويس. ومعاها او اتنين او اكتر من ايه، من البرايمري فيتشرز اللي هم ايه، الفلاشنج. والفلاشنج حددوه بانه يحصل within seconds او minutes من الاكسبوجر للتريجر. ومعاها يبقى بابيولز وباسيولز وتلانجكتيزيا واوكلر مانيفستيشن. الاربعه دول اللي هم الفلاشنج والبابيولز وباسيولز والتلانجكتيزيا والاوكلر، اتنين منهم يشخصوا له روزيشيا. يبقى اذا هشخص روزيشيا بده او ده. ونلاحظ هنا ان احنا ما اعتمدناش على سب تايب، يبقى موضوع سب تايب مع ان هم اللي وصفوه، لكن برضه ما اعتمدوش عليه، قالوا بطريقه محدده في الدياجنوستيك كرايتيريا. طيب مش بقول بقى مش هنجيب سيرت الباثولوجي وانا موجود، لازم نقول جيب سيرته الباثولوجي هل هيفيدنا هنا؟ الحقيقه معلش واضطر نعترف مش هيفيدنا قوي، عشان ابقى امين معاكم في الكلام كويس. ليه؟ هو هيبقى ريفليكشن اللي انا شايفه. يعني مثلا انا شايف في المريض عندي تلانجكتيجيا اريثيما، هشوف الصوره اللي قدامي الدايليتد بلاد فيسلز دي الواضحه دي زي ما انتم شايفينها اهي، دايليتد بلاد فيسلز دي اللي بتبقى كلينيكال دي شكل تلانجكتيزيا وانفلاماتوري انفلتريت موجود معاها. هل لما اشوف دي اقول دي روزيشيا لوحدها كده كباثولوجي؟ لا، لازم الكلينيكال اللي هيبقى معايا في الموضوع. لو هنا هو الانفلاميشن زاد قوي بالمنظر دون، يبقى هنا هشوف انفلاميشن عباره عن ليمفوسايتس موجوده كتير، انلارجد سيبيشس جلاندز هنا وهنا، دايليتد هنا فوليكل. ونلاحظ الشكل اللطيف ده اللي هو بتاع ايه، بتاع الديموداكس ده يمكن كلو اقول في هنا انفلاماتوري رياكشن كود بي روزيشيا، عشان الكلو ده موجود فيها. يبقى دي ممكن يعني برضه تساعد. انا اسف. الحاجه الثالثه اللي هي لو كانت باستولر، هبص الاقي ايه؟ هبص الاقي عباره عن فوليكولايتس، نيوتروفيلز متجمعه عند الدايليتد اورفيس زي ما احنا شايفين اهو، دايليتد فوليكل اهو، وتحته ان هو نيوتروفيلز متجمعه. برضه لو هو فوليكولايتس ممكن يشبه كده، لو اكني فالجارس برضه ممكن يشبه كده. هنا يمكن ده الى حد ما الفايمتس تشينجز، ان هو بيحصل ايه؟ بلاقي حاجتين، فايبروزس حاصل هنا في الديرمس، وانلارجد هايبرتروفيك سبيشس جلانز. دي لما اشوفها اشك ممكن انها تبقى ايه؟ الفايمتس تشينجز بتاعت الروزيشن.
اخر واحد اللي هو اللي قلنا عليه الفيرينت بتاع الجرانيولوما سيروزيشيا، هنا بلاقي تيوبركلويد جرانيولوما تشبه بتاعه التيوبركلوزس، يعني في هيستوسايتس جوه وحواليها ريم اوف دنس ليمفوسايتس وجاينت سيلز هي موجوده. افشك في الروزيشيا امتى؟ لما الاقيها سمول موجوده في الابر بارت اوف ذا ديرمس وان كونجنكشن للبايلوسيبيشس فوليكلز. في الحاله دي اقول ده احتمال ده قائم. يبقى عرفنا دلوقتي الروزيشيا وعرفنا هنشخصها ازاي. نتكلم بقى طب هنعالجها ازاي. عشان نتكلم في علاج، في عندنا جنرال ريكومنديشن ننصح بيها العيان، اللي هو ايه؟ ان شود يوز سان سكرينز ويبقى يغطي الاثنين اليو في اي وبي، ما ينفعش واحد فيهم. تاني حاجه يستخدم كديترجنت سوب فري بي اتش بالانسد، ده اللي يستخدمه. المسترايزرز اللي تستخدم بتبقى فيها هيوماكتنس زي الجليسرين او اوكلوسيفز، ده الانواع اللي تفيد. وبالنسبه للفيميلز يستخدموا ووتر سوليبل ميك اب، دي ده الحاجات اللي ننصح بيها عشان نقلل من المشكله. طب نافويد ايه بقى؟ طبعا افويد واحد التريجرز اللي اتكلمنا عليها في الاول، السن اكسبوجر، الهيت، السبايسي فود، الالكول انتيك، كل ده طبعا وشود افويد. العيان المرضى لما يبقى عندهم دايليتد بورس بييجوا يشتكوا لنا ان في دايليتد بورس، ممكن تقول لهم طب خد تونرز، خد اسرينجز، ده ممنوع تماما في بتاع روزيشيا، رغم ان البورس بتاعته واسعه لكن ممنوع، ولا اكسفوليتيفز يحطها. الكوزماتكس اللي فيها الكول او فراجرنس او منتول او كامفور، كل ده ممنوع. الووتر بروف كوزماتكس اند هيفي فاونديشنز برضه ننصح المريض انه ما يستخدمهاش. طب امال الميديكيشنز بقى هنعمل فيها ايه؟ هنقسمها لتوبيكال وسيستميك. التوبيكال فيها عندنا حاجات اف دي اي ابروفد، اللي هي ايه؟ السوديوم سلفاسيتاميد، الازولايك اسيد، المترونيدازول، البريمونيدين، الاوكسيميتازولين والايفرميكتين، وهنشوف بيشتغلوا ازاي دول. اول حاجه سوديوم سلفاسيتاميد، التركيبه اللي تبقى موجوده وهي مش موجوده مع الاسف عندنا في مصر هنا، بس موجوده بره، بيبقى 10% سوديوم سلفاسيتاميد و5% سلفر. احنا زمان قوي ما كنا يعني ما كنا صغيرين كنا بنتعلم من اساتذتنا، كنا بنعمل سلفر بريباريشن ونصح المرضى بيها ان هم يعملوها، ممكن نحطها احيانا في كلاميل لوشن ونخلي المرضى يسموها، لكن هو ده التركيب الافضل، وتستخدم كلوشن ابلايد توايس ديلي. بتشتغل ازاي؟ ليها انتي انفلاماتوري افكت، وعشان كده بتبقى مفيده قوي في اللي عندهم بابيول سوباسيولز، بتبقى مفيده يعني. وكمان بتفيد المرضى التروزيشن اللي عندهم سيبوريك درماتايتس، وده عدد جزء برضه منهم يعتبر مش قليل. فدول ده تبقى في الحالة دي لما تلاقي بابيلوباسيلر ليجنز او سيبريك درماتيتس كومبايند معاه، بيبقى التركيب ده التركيبة دي افضل واحدة. الازيلايك اسيد هو عندنا هنا في مصر موجود 20% كريم، لكن في برا مصر في 15% جل، وفي الريبورتس كتيرة بيقولوا ان الجل افضل، في الوسائل بيقول الاثنين زي بعض، لكن الافيلابل عندنا هو 20% كريم، فبيستخدم توايس ديلي. ودايما ننصح المريض ان هو دونت راب، يعني حط ابلايت وسبريد ات، ما تعملش رابينج كتير عشان ممكن بيعمل اريتيشن، ما تعرضش للشمس بطريقه كتيره بعد استخدامه. انتي انفلاماتوري افكت، وريسنتلي كمان قالوا ان هو بيشتغل على الكليكرين 5، فاكرينه اللي اتكلمنا عليه في الباثوجينيسيس، قال ان هو بيقلل الاكسبريشن بتاعه، وبالتالي ممكن يساعد، يمكن يكون ده هو الطريقه اللي بيشتغل بيها انتي انفلاماتوري. التوبيكال مترونيدازول برضه موجود في 2 كونسنتريشنز 0.75 و1%، وموجود كريم وجل برضه، بيبقى ابلايد وانس ديلي وبيريديوس الرياكتيف اوكسجين سبيشيز. كلينيكالي هيبقى هيقلل الاريثيما وهيقلل يعني في الانفلاميشن، الفاتر بروسس كله هيتاثر بالمترونيدازول. مؤخرا بقى ظهرت الحاجات الجديده اللي هي التوبيكال بريمونيدين. البريمونيدين موجود وموجود بره دلوقتي بالاسم اللي هو مكتوب عندكم الميرفازو، في مصر لسه ما وصلش. بيبقى موجود بالتركيز بتاعه 0.33%، ويبقى ابلايد وانس ديلي، ده عباره عن الفا ادرينرجيك بلوكر، يبقى بالتالي اتوقع انه هيشتغل على ايه بالظبط؟ على الاريثيما، بما انه الفا ادرينرجيك بلوكر يبقى ده شغلته من الاريثيما. ولاحظ حاجه، اننا بننصح العيان حط دراج هيحصل له تحسن في خلال تلت ساعة أو نص ساعة، وبيقعد لحد 8 ساعات، يعني ما هواش يعني هو تريتمنت، على الرغم ان هو برضه يعتبر المرفازو ده مش رخيص، ده غالي، لكن ما هواش تريتمنت هيحطه العيان بتاع روزيشيا وخف من روزيشيا، لكن هو هيريحه من الاريثيما اللي موجودة. اللي زيه بالظبط برضه التوبيكال اوكسيميتازولين، ده 1% ميتازولين، اوكسيميتازولين هيدروكلورايد، بيبقى موجود في كريم برضه ما وصلناش احنا لسه هنا مع الأسف، اسمه روفيد. روفيد ده كريم بيبقى ابلايد وانس ديلي، ده عباره عن سيلكتيف الفا 1 ادرينرجيك ريسبتور انتاجونست، فبرضه نفس الكلام
زي المرفازو برضو هيشتغل على الإريثيما. فإذا الاثنين دول بيشتغلوا بنفس بيشتغلوا على نفس الحكاية. آخر واحد ظهر اللي هو السولانترا وود عبارة عن الايفرمكتين. تعرفين طبعا الايفرمكتين والإفكت بتاعه هيبقى مينلي احنا فاهمينه على طول انه على مايكرو أورجانيزمز. يعني هنا لو صورناه هيشتغل هنا على مين؟ ها؟ هيشتغل على الديموديكس. لكن هما بيقولوا انه برضو له انتي انفلاماتوري إفكت. فإنما هو ده هو طبعا هو موجود الايفرمكتين موجود في مصر سوليوشن. هو غير طبعا التابلت فورم يعني. غير التابلت فورم مش موجود كريم فورم برضو ده اللي موجود. وبما انه طبعا هيشتغل على الديموديكس يعني حاجة هتعمل انفلاميشن مش في متى انفلاميشن اكتر يبقى انا بالتوقع استخدمه في ايه في المودرت سيفير باستولار روزيشي. في بقى حاجات اللي هي نون اف دي ابروفد لكن بتستخدم وموجودة مش احنا بس هنا في مصر وبره كمان برضو استخدمه زي الريتينويدز التي سي ايز وزي الماكرولايتس توبيكال البنزويل بيروكسايد التوبيكال بيرميثرين الحاجات دي كلها موصوفه. التوبيكال ريتينويدز ممكن تبقى افكتيف على اساس انها بتعمل ريموديلنج للكونكتيف تيشو وبرضه بتاثر على التولاك ريسبتور 2 زي ما بتعمل في الاكني وبالتالي ممكن يبقى مفيد. وان كانت احيانا عين المرضى بيشتكوا من انه عندهم اساسا ستينجينج ودراينس وان الريتينويدز ممكن تزود لهم المشكله دي. التي سي ايز ممكن تشتغل كانتي انفلاماتوري يعني هتشتغل عن طريق بتنهبت التي سيل وبالتالي هتقلل لي السيتوكاينز وتقلل لي الانفلاماتوري فممكن يستخدموا سواء كان في التايم او في البابيلو باستولار. نيجي بقى للسيستميك الوحيد اللي هو التتراسايكلينز بس هو الاف دي اي ابروفد كسيستميك. التتراسايكلينز طبعا هو بنتكلم عن الدوكسيسايكلين. الدوكسيسايكلين موجود بره مصر موجود الحقيقه بفورمه جديده اللي هي عباره عن 40 ملي جرام 30 ملي جرام ايميديت ريليز و10 ديليد ريليز اسمه اوريشيا على اسم الروزيشا. هما متصنع للروزيشيا بس ده تقريبا بيجيب نفس الافكت اللي بيجيبه الدوكسيسايكلين اللي هو متوفر عندنا اللي هو 100 ملي جرام التابلت او بالكبسوله. لكن هاخد 40 ملي جرام بالتالي هيبقى فيه لس سايد افكتس. التتراسايكلينز بتشغل طبعا ميلي مش 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 على على الاورجانيزم الموجود شغال ميلي كانتي انفلاماتوري نفس الفكره اللي بنتكلم عليها في الاكل. فبرضه بتشتغل كمان على الماتريكس ميتالو بروتينز بتقلل الانفلاماتوري سايتوكاينز بتقلل الرياكتيف اوكسجين سبيشيز بكل الحاجات دي بكل نتيجه بتقلل الانفلاماتوري بروسيس وبالتالي هيبقى ريكومندد في حاجات الانفلاماتوري زي البابيلو باستولار روزيشي. في حاجات تانية في البيتا بلوكرز الايزوتريتينوين الانتيبيوتكس الاذر انتيبيوتكس التتراسايكلين وسيستميك ميتروميدازول كل ده موجود وكل ده اف دي اي نوت ابروف. هل ممكن نلجا له احيانا لو كان في كونترا انديكيشن مثلا التتراسايكلين او المريض مش قادر يستحمله ممكن اجرب ان ندي اريثرومايسين او ترايميثوبرين ممكن ندي بعض الايزوتريتينوين برضو ممكن نديه هنشوف ازاي. البيتا بلوكرز هي نون سيلكتيف بيتا بلوكرز زي في حاله اسمها الكارفيدولول ممكن ان هو بيريديوس الفلاشنج فبيقلل الاتاكس فلاشنج يريح المريض لكن السايد افكتس بتاعتهم بتخلي الاستخدام بتاعهم ما هوش متسع. الايزوتريتينوين في ناس كتير بتكتبه وبيجيبه بس بلور دوز من 0.15 ل 0.3 ملي جرام يعني تقريبا حوالي 10 ل 20 ملي جرام بردي بيشتغل برضو انتي انفلاماتوري وبيداون ريجوليت التول لايك ريسبتور. دي احنا كده قلنا كل العلاجات اللي بنستخدم. طيب بناء بقى على الكلام اللي احنا شفناه هل بقى ما هختار ايه لايه؟ احنا قلنا السب تايبس الاربعه اللي احنا شفناهم دول لكن بعد كده قلنا الكرايتيريا للتشخيص بنستخدم حاجه تانية. فبالتالي بيتقال اللي بنشوفه ان افضل طريقه ان يبقى عندي سيمبتوم بيست تريتمنت. يعني ايه؟ يعني انا بعالج المريض اكوردنج للسيمبتومز اللي عنده. هنشوف ده يتعمل ازاي. اولا لو المريض عندي مشكلته في فلاشنج وإريثيما يبقى في الحاله دي ادي الحاجات اللي بتاثر على كده. لو مايل تو مودريت هستخدم بريمونيديم او الاوكساميتازولين هيدروكلورايد اللي قلنا عليه دول هيحسنوا الاريثيما ويحسنوا الفلاشنج يقل. ولو مودريت سيفير ممكن اد معاهم حاجه سيستميك زي الكارفيديلول. يبقى في الحاله دي انا بعالج التارجت بتاعي السيمتوم اللي العيان بيشتكي منه. لو الترانجكتيزيا في الحاله دي مفيش تريتمنت دواء هقدر اديه يبقى الليزر.
انواع كثيره من الان دي اج البلس دايليزر او الاي بي ال بيعالج، ممكن ان هي تستخدم تعالج التلانجكتيزيا اللي المريض بيشتكي منها، او ممكن في حاجه تانية اللي هي الانجكشن بتاع سكليروزنج ماتيريال زي اللي موجوده هنا اسمها بوليديكانول، بتتحقن في التلانج في التلانجتاتيك فيسلز تعمل لها نوع من السكليروز وتختفي. يبقى ده الطريقه لو في تلانجكتيزيا عالجها كده. لو عندي بابيولز وباستيولز في الحالة دي حدي، لو حالة مايل تو مودريت حدي الحاجات اللي هي بتعالج الانفلاميشن زي الحاجات التوبيكال اللي اتكلمنا عليها، السوديوم سلفاسيتاميد، التوبيكال ازيلايك اسيد، مترونيدازول او الايفرمكتين، كل الحاجات دي كلها ممكن اقدر اديها وممكن اوظفها حسب الانفلاميشن عندي قد ايه. لو الحالة مودريت تو سيفير اد دوكسيسايكلين 50 ل 100 ملغ بير دي، وبكده اقدر انا بعالج الانفلاماتوري بروسس. الفايمتس لو الراينو فايما موجوده في الاول في الايرلي ممكن الدوكسيسايكلين يفيد، وممكن اللو دوز ايزوتريتينوين طبعا مش هديهم مع بعض، احنا عارفين المعلومه دي كويس. لو الموضوع بقى مور كرونيك او الموضوع ما بقاش نوت كنترول في الحاله دي، الابليتيف ليزر ممكن، او سيرجيكال ريمودلنج في حاله تعمل، وفي جراحات كتير بقى بتتعمل للحاجات دي دلوقتي. الاوكيولر انا الدور بتاعك كدرماتولوجيست لو شخصتها ممكن اعرف عن الليد هايجين، وارم كومبريسز وليبريتيتنج اي دروبس، ارتفيشال تيرز، وبعد كده اكتر من كده اي شود كونسلت اوفثالمولوجيست. يبقى انا لو عايز اختصر الكلام ونقول احنا بنقول ايه، يبقى لوزيش عرفنا انها كرونيك كوتينيوس سيندروم ليها مالتي فاكتوريال باثوفيسيولوجي والسبيكترم وسبيكترم اوف كلينيكال مانيفيستيشنز. لحد دلوقتي there is no single line of treatment other than it's a treatment of a choice rosacea. أنا I should tailor my treatment. أنا اللي بفصل العلاج بتاعي according to symptoms بتاع العيان. وعشان كده احنا نهيت الكلام بأن أنا بقول على ال symptom based treatment. أن أنا بدي العلاج حسب ال symptom اللي أنا شايفه. And كده بقول thank you very much. I hope you enjoyed the lecture.